لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، فرع الهيئة في أبي غريب يقدم مساعدات إغاثية للنازحين، وفرع الطارمية ينجز مشروعا اجتماعيا. في صحيفة المدى، ذي قار تكشف عن تراجع إنتاجها الزراعي بنسبة 37%. في موقع كتابات، تركيا تكشف عن تفاصيل عمليات عسكرية مشتركة مع العراق ضد حزب العمال. في موقع الجزيرة نت، ترامب العمل جار على صفقة مع بيونغ يانغ. في صحيفة العربية الجديدة، النظام السوري يواصل قصف الغوطة الشرقية ومحاولات مستمرة لشطرها نصفين. في صحيفة القدس العربية، أصحاب محل تجارية في الموصل نتعرض للابتزاز من قبل جماعات مسلحة. وفي صحيفة الحياة، احتجاز 4 أشخاص اعتلوا شرفة سفارة إيران في لندن للاحتجاج. السلام عليكم. أن تعترف بأنك تغلق مياه الأنهر عن شرايين أراضي وتسرق منه الأموال بصيغة اتفاقيات اقتصادية، بل وترعى ميليشيات وظيفتها بسط هيمنة وليك الفقيه في العراق ومحاربة كل من يقف ضد مصالح طهران، ومع هذا يقف سياسيو العراق بموقف الممتن لهذه الجارة، فهنا يجب أن نعترف أن سياسيين هم إيرانيون بلباس عراقي، فبينما يصنف العراق في ذيل قوائم الشفافية ويتصدر الفساد عالميا وتختفي الأموال وتتبخر الميزانيات، ومع هذا تصر إيران على زيادة التبادل التجاري معه في ظل وجود العقوبات الاقتصادية على طهران، فالخيط يكاد يظهر حبلا متينا يجر أموال العراق إلى إيران، وليس خيطا رفيعا يربط بين هذه التناقضات. جاء ذلك في تقرير نشره موقع الهيئة نت. المشكلة أن هذه الجارة السوء لا تمنع الخير فقط، إنما ترسل الشر مكانه بكل وقاحة. فقد تمكنت المنافذ الحدودية على مدى سنوات من ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافرين إيرانيين بكميات كبيرة وبأنواع مختلفة من الترياك والكريستال والحشيش وأنواع أخرى من هذه السموم. كما أعلنت وزارة الداخلية قبل شهور عن إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات قرب الحدود الكويتية بعد ضبط نحو 600 كيس من مادة الكبتاكون، لكن المشكلة فيما لم يتم ضبطه ودخل إلى العراق وتم استخدامه من قبل الشباب وغيرهم. ولأجل هذه المنجزات الكبيرة، يؤكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضاي أن بلاده تسعى لاستعادة كل دولار أنفقته خلال السنوات الماضية من تدخلها بكل من العراق وسوريا. ولفت في كلمة خلال ملتقى لتكريم قاسم سليماني قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلا أننا نتبع تحقيق مصالحنا إلى جانب الدعم الذي نقدمه لسوريا والعراق، وهو دعم عسكري واستشاري ويركز على نقل التجارب والخبرات العسكرية. ويضيف التقرير، وبعد كل ما تقدم نجد أن السياسيين الحاليين ربطوا مصير البلاد حتى مستقبلهم الانتخابي بإيران، فلا نجد سياسيا ينوي الترشح أو مباركة المنصب إلا ويتجه نحو طهران، متغافلا عن اعترافها بأحداث تفجيرات في العراق لحفاظا لأمنها القومي. ويبدو أننا نسينا أن هذا سلوك من كان جنديا مخلصا دافع مع إيران ضد العراق قبل نحو 30 سنة، ومع هذا يسمي البعض هؤلاء بالسياسيين العراقيين ولا يدري أنهم إيرانيون للنخاع. دعاة الدولة المدنية يستجيرون بالولايات المتحدة من إيران،
وهم في ذلك أشبه بمن يطفئ حريقاً من غير أن يكلف نفسه عناء البحث عن أسبابه، بحسب الكاتب فاروق يوسف في مقال له بصحيفة العرب اللندنية، حيث يؤكد أن القرارات المصيرية فقد صارت الولايات المتحدة تتقاسمها مع إيران بعد أن كان المحتل الأمريكي قد أقر بالهيمنة الإيرانية على العراق حين سمح لأحزاب ذات طابع ديني وطائفي أن تحكم. هناك من يعتقد أن إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في العراق سيحمل إلى الشعب العراقي نوعاً من الأمل في الخروج من متاهته. ينطوي ذلك الاعتقاد على فكرتين مضللتين، أولهما أن العراق بلد مستقل ذو سيادة تصنع قراراته المصيرية داخل مختبره الوطني، ثانيهما أن في العراق نظاماً سياسياً يسير في الطريق الخطأ، لذلك من شأن إسقاط رموز ذلك النظام أن يؤدي إلى تعديل المسار لتعود الأمور إلى جادة الصواب. في حقيقته فإن العراق ليس دولة فاشلة كما يردد الكثيرون. الفساد في العراق من جهتي نوعه وحجمه لا يمت بصلة إلى تاريخ الفساد في الدول، سواء كانت تلك الدول فاشلة أو ناجحة. الفساد هناك لا يحدث إلا إذا كانت الدولة غائبة تماماً، وهو ما يصح قوله في الحالة العراقية. أما على مستوى نظام الحكم فقد أثبتت وقائع مريرة كثيرة أن الطبقة السياسية الحاكمة إنما تحكم بالوكالة، فهي لا تقرر شيئا إلا إذا كان فيه ضرر للعراقيين الذين لا ينتمون للأحزاب والكتل السياسية وهم الأغلبية. وفق هذه المعطيات فإن العراق الجديد الذي اخترعه المحتل الأمريكي موجود على أساس تسوية أمريكية إيرانية، وإذا ما اضطربت عناصر تلك التسوية يوما ما فإن سكان المنطقة الخضراء وهم حكام العراق سيختفون كما لو أنهم لم يكونوا موجودين أصلا، فلم تجد إيران فرصتها لتدمير العراق الذي تكرهه إلا بعد أن أقامت الولايات المتحدة وليمة لافتراسه. يقول الكاتب عدنان حسين في مقال له بصحيفة المدى العراقية: ليست منطقة الحسينية سوى قضاء من أقضية العاصمة بغداد مرمي عند أطرافها الشمالية الشرقية المتحادة مع محافظة ديالى، ويقطنه ما يزيد عن ربع مليون نسمة. هذا القضاء الذي يوجد مثله عشرات الأقضية في العراق احتل ثلث البيان الأخير الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بخصوص نتائج الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، فقد تظاهر سكانه وأخذوا حقهم. ما كان لقضاء مهمل مثل قضاء الحسينية أن يكون له مثل هذا الاهتمام من مجلس الوزراء لولا أن أهالي القضاء قد رأوا بعد طول معاناة وصبر اللامناص من الركون إلى حقهم الدستوري في الاحتجاج على انهيار نظام الخدمات العامة في قضائهم، بعدما أعيتهم الحيلة في أن يجدوا أذانا صاغية من المسؤولين في القضاء والمحافظة المنصرفين عنهم وعن قضائهم إلى فسادهم وصراعاتهم الحزبية على السلطة والنفوذ والمال. أهالي الحسينية قرروا الاحتجاج علنا وجماعيا، فتظاهروا واعتصموا على الطريق العام المارة بمدينتهم. النتيجة كانت أن تنبه إليهم وإلى مطالبهم المحقة العادلة مجلس الوزراء الذي كرس جزءا كبيرا من اجتماعه الأخير لبحث هذه المطالب واتخاذ القرارات بتلبيتها في الحال، أهمها هو ما يتعلق بمجاري الصرف الصحي وتأهيل شبكة الكهرباء ورفع مستوى الخدمات في المراكز الصحية، ومنها استحداث صالات عمليات وولادة وأسرة للطوارئ والرقود واستكمال مدارس القضاء وإكساء الشوارع وتنظيفها. ما لم يدخل الفساد الإداري والمالي على الخط ليبتلع ما خصصه مجلس الوزراء من مبالغ مالية فإن مطالب أهالي الحسينية ستتحقق في وقت قصير نسبيا مع رصد التخصيصات اللازمة لها. فبعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع مجلس الوزراء صرح مصدر أمني في القضاء أن الأهالي أنهوا اعتصامهم مع المباشرة بعملية تنظيف الشوارع وتقديم جميع الخدمات للقضاء. قصة الحسينية هي قصة كل قضاء وناحية ومركز محافظة في العراق،
فالحسينية تقدم لغيرها من أقضية العراق ونواحيه ومحافظاته تجربة ناجحة يتعين أن يقتدي بها سكان المدن والأرياف جميعاً بالاحتجاج العلني الجماعي على الفساد وعلى الأحزاب الحاكمة الفاسدة بحسب الكاتب. إن أي شعب يريد العيش الرغيد الآمن لابد أن يختار الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف ويتحرك التحرك الفعال لفرض إرادته التي يحاول البعض سلبها. والشعب الذي لا يستطيع النهوض والاستيقاظ من سباته لا يمكن أن ينال حقوقه المهدورة وهو في غفوة عميقة، ولا يمكن أن تعينه على ذلك شعوب العالم كلها وهو وفق المنطق لا يستحق الحياة. ومن هنا انطلق بالحديث عن سبات العراقيين الطويل وعدم قدرتهم على النهوض الفعلي الجاد للتصدي بشكل حازم وصارم لما يجري على أرض الواقع منذ عام 2003 ولحد الآن. هكذا جاء في مستهل مقال للكاتب أنيس الأنصاري في موقع كتابات. فالبلد يسير نحو الهوية السحيقة ولا يوجد بصيص أمل للتغيير الجذري الشامل في مختلف المجالات، طالما أن القوى السياسية المتحكمة بزمام الأمور لا تملك رؤى آنية للمشاكل المتفاقمة ولا رؤى مستقبلية للأجيال القادمة، وهي لا تريد فسح المجال لذوي الكفاءة والنزاهة والاختصاص لإدارة البلد إدارة ناجحة. وما يتصور أن الانتخابات طريق للتغيير فهو واهم تماما، لأن عجلة الانتخابات تدور حول محور واحد وبنفس الأسماء التي تتبادل المناصب فيما بينها وليس أكثر من ذلك. وما يتصور أيضا أن الدعوة للإصلاح دعوة صادقة فهو واهم أيضا، لأن مثل هذه الدعوات تكررت لأكثر من مرة وعلى ألسنة كبار المسؤولين دون أن يتحقق شيء منه ولو بنسبة قليلة. وما يتصور أن أجهزة الرقابة والإشراف والنزاهة ولجان استرداد الأموال المسروقة والمهربة خارج البلد استطاعت أن ترتقي بعملها إلى المستوى المطلوب فهو واهم أيضا، لأن عمليات الفساد وسرقة المال العام ما تزال مستمرة وحجمها باتساع وازدياد. ويضيف الكاتب إن بقي الحال على ما هو عليه لسنوات قادمة فلن يجد العراقيون ولا أجيالهم القادمة حياة كريمة تحميهم من الذل والهوان، وحينئذ لن ينفعهم عض الأصابع ندما ولن ترحمهم حتى السماء، لأن الله لا يرحم المغفلين الغارقين في سباتهم العاجزين عن التصدي للمفسدين وآكلي لحوم المواطنين. أكبر التحديات التي واجهتها تركيا داخليا في السنوات الأخيرة لم تكن إلا أذرعا للمشاريع الخارجية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. أكبر الأخطاء الأمريكية نحو تركيا هو محاولتها استغلال الصراع في سوريا لتثبيت وجود عسكري لها فيها على غرار الوجود الروسي في طرطوس وحميميم، فهذا الحلم الاستعماري جعلها تتحالف مع الأحزاب الإرهابية حتى لو أضرت بعلاقاتها الاستراتيجية مع حليفها التركي، وهذا خطأ كبير في السياسة الأمريكية نحو الشعب التركي والجمهورية التركية لأنها ترتبط معها بعلاقات استراتيجية لأكثر من قرن من الزمان، كما يرى الكاتب محمد زاهد جول في مقال له بصحيفة القدس العربي. تركيا تدرك أنها في ظل هذا الصراع الدولي على سوريا والمنطقة أمام تحدي الحفاظ على دولة الجمهورية التركية بكامل حدودها وأراضيها ووحدة شعبها ووحدة نظامها السياسي ووحدة وطنها ووحدة علمها وبقاء مشروعها النهضوي سائرا في طريقه. وبحسب المخطط له حتى عام 2023 والنموذج الذي فتحته تركيا للشعب السوري في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون واضح المعالم، هو طريق في التعامل مع الصراع الدولي على سوريا، وهو تمكين الشعب السوري من حكم مدنه وقراه بنفسه وبكفاحه وتضحياته لطرد المحتلين الغرباء منها وإعادة أهلها إليها. هذه الخطة نجحت في عملية درع الفرات وهي في طريقها للنجاح في غصن الزيتون، فدفاع الشعب السوري عن أرضه ومدنه وسيادته
سيبقى الطريق الوحيد لإخراج المحتلين وطرد المتقاسمين على ما لا يملكون. من الغريب أن تكون أخطاء أمريكا في سوريا مشابهة لأخطاء روسيا فيها، فروسيا من أجل تثبيت نفوذها وتحقيق أطماعها في سوريا تحالفت مع أعداء الشعب السوري مثل إيران وميليشياتها في سوريا ولبنان، وهؤلاء راحلون عنها، وبشار لن تقوم له قائمة في سوريا كما كان في الماضي، لأن تقاسم النفوذ الدولي الروسي والأمريكي يقوم على أساس بقاء الرئاسة السورية جثة هامدة لا قيمة لها بحسب الكاتب. دخلت روسيا مرحلة جديدة في رسمها للوقائع على الأرض السورية، متخطية المسارات التي رعتها في أستانا وسوتشي عندما كانت تبحث عن انخراط إقليمي في ترتيب مناطق النفوذ وعن عناوين تناسبها للحل السياسي، هذه المرة من خلال دخولها المباشر في معركة الغوطة التي تفرز الديموغرافيا السورية تبعا لرغبة إيران. وقد استكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مظلته الحمائية لحلفائه في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، الذي أكد فيه أن أي استخدام للسلاح النووي ضد روسيا أو حلفائها سنعتبره هجوما نوويا على بلادنا، والرد سيكون فوريا. الكاتب بهاء أبو كروم يتحدث في مقال عن الوضع السوري في صحيفة الحياة اللندنية. روسيا تعتبر حمايتها لإيران واحدا من الدواعي الاستراتيجية لحضورها وقوتها في التوازن الدولي بشكل عام، وليس فقط في الساحة السورية، والمصلحة المشتركة بينهما تقوم على تلازم انخراطهما معا في حماية نظام بشار الأسد، مع كل ما يحمله ذلك من تداعيات ديموغرافية ثبتت وقائعها بعد معركة حلب وتشهد عليها حاليا أحداث الغوطة، ومع كل ما يعني ذلك من تحمل روسيا لأكلاف هذه السياسات، خاصة حين لا تظهر قدرتها على إدارة مجمل التناقضات التي تنشأ بين الفاعلين على الأرض السورية وأحيانا كثيرة بين الحلفاء ذاتهم. هذا بالمعنى الفعلي يمكن أن يحتسب في خانة التورط والاستنزاف الذي يجذب الإمكانات الرئيسية لروسيا نحو الغرق في اليوميات السورية، مع ما يفترضه ذلك من انتقالها إلى الوضعية الدفاعية في أوروبا وسعيها وراء لعب دور الوسيط بين الأمريكيين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في آسيا. ويضيف الكاتب: روسيا اختارت الانخراط المباشر في الداخل والانتقام لتشوه صورتها، ومن الطبيعي أن يتسبب ذلك بالتصاق أكبر مع القوى والميليشيات العاملة على الأرض، وأن يجرها أيضا إلى انقياد وانفعالات غير مدروسة. كفاية يلمح بوادر استثمار للنتائج وغرضية لا تتعلق بانتخابات الرئاسة في روسيا بقدر ما تركز على الجانب الدعائي الذي ذهب إلى حد طلب السفارة الروسية في الولايات المتحدة من المواطنين الأمريكيين اقتراح أسماء يطلقونها على الصواريخ والأسلحة الجديدة التي تحدث عنها بوتين. يقول مربون وأطباء أن طيور النعام فيها كنز كله فوائد لصحة الإنسان، ويؤكد وجيه غنيمي مربي نعام مصري لصحيفة العرب اللندنية هذه المعلومة قائلا: إن كل شيء في النعامة مفيد، الريش، اللحم، وحتى الدهن كله فوائد. وأضاف غنيمي: كل جزء من النعام عند ذبحه يباع على حدة، فمثلا ريشه لوحده يتجاوز 1000 جنيه، كما أن دهنه الذي دخل في الكثير من التخصصات والاستعمالات يمكن الاستفادة منه في العديد من الاستطبابات كاستخدامه في علاج العمود الفقري وأيضا الانزلاق الغضروفي، كما أنه يستخدم في شكل كريمات، بالإضافة إلى أن بائعي الأدوية بالأعشاب الطبيعية يؤكدون أنه من أجود الكريمات،
فهو باهظ الثمن وفوائده مشهود بفعاليتها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.